مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كيحتل قطاع الزيتون مكانة مهمة في النسيج الفلاحي المغربي، بحيث كيكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، إلا أنه كيعرف إشكاليات متعددة ومترابطة، وكيساهم هذا القطاع في حدود 5% من الناتج الوطني الفلاحي الخام، وكتمتد مساحة الزيتون بالمغرب على ما يفوق مليون هكتار، بحيث كتغطي الجهات الإنتاجية الرئيسية معظم التراب الوطني باستثناء الشريط الساحلي الأطلسي. وبالأرقام، بلغ إنتاج الزيتون في موسم 2017-2018 ما يناهز 1.56 مليون طن، كما بلغ إنتاج زيت الزيتون حوالي 140 ألف طن. إنتاج زيتون المائدة 130 ألف طن. وخلال موسم 2016-2017 بلغت صادرات المغرب على مستوى الأسواق الدولية ما يقارب 10344 طن من زيت الزيتون و 71140 طن من زيتون المائدة. وعطى مخطط المغرب الأخضر اهتمام كبير لسلسلة الزيتون وجعلها رافعة للتنمية الفلاحية باش يوصلها المصاف السلاسل الحديثة والأكثر تنافسية، وحاول من خلال إبرام عقد برنامج خاص بتأهيل سلسلة الزيتون مع المنظمات المهنية، وكان الهدف هو توحيد جهود الإدارة والمنظمات المهنية لتنفيذ الخطط اللي كتعلق بالقطاع وتحديد التزامات مختلف الأطراف المعنية وتنسيق المهام ديالها على أرض الواقع. ولكن بينات بعض الدراسات نقائص على مستوى تتبع الإنجازات من طرف المنظمات المهنية، واللي كتعتبر بمثابة تنزيل مخطط المغرب الأخضر على مستوى كل جهة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وفيما كيخص نسيج تعاوني، بلغ عدد المنظمات المهنية الفلاحية في قطاع الزيتون 513 منظمة، وهو رقم ضعيف بحيث ما كيتعداش 4.9% من مجموع التعاونيات الفلاحية على الصعيد الوطني. وكتشكل هذه المنظمات النشيطة في مرحلة ما قبل تثمين حلقة الأضعف في سلسلة الزيتون، وكتبقى غير مؤهلة للمساهمة في تطويرها. كما كتعاني المجموعة ذات النفع الاقتصادي والجمعيات اللي كتكونها من عدة مشاكل، لا سيما ضعف تنسيقها مع المنظمات الوطنية والجهوية وضعف قدرتها التفاوضية. كما كتعاني من ضعف الاندماج والتكامل بين مرحلة ما قبل تثمين ومرحلة ما بعد تثمين. من جهة أخرى، تبين نقص كبير في مجال التكوين والتأطير ديالها، وحسب دراسة كان هذا بسبب ضعف كفاءة التنظيم المهني على المستوى الجهوي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، تتميز زراعة الزيتون على الصعيد الوطني بهيمنات الملكية الصغيرة، بحيث كيشكل صغار الفلاحين واللي كيملكوا مساحات كتقل على 5 هكتارات ما يقارب 93% من مزارعي الزيتون بالمغرب. وكتشكل هذه الوضعية واحد العقبة أمام أداء القطاع، وإحدى الصعوبات الرئيسية اللي كتعيق التنظيمات المهنية والفلاحين إدخال ديال المكننة واعتماد تقنيات زراعية جديدة، زيادة على أن إنتاج الزيتون كيخضع لتقلبات كبيرة من سنة لأخرى بسبب ظاهرة التنوب اللي كيعرفها إنتاج الزيتون وعدم انتظام التساقطات المطرية والنقص في صيانة البساتين. بالإضافة إلى هذا التقلب، هناك كميات كبيرة من محصول الزيتون غير خاضعة للمراقبة، وذلك بسبب عدة عوامل. وكتقدر مديرية الاستراتيجية والإحصاء التابعة للوزارة هذه الكميات ب 1.9 مليون طن ما بين موسمي 2008-2009 و 2017-2018، أي بمتوسط 189 ألف طن لكل موسم. وفي إطار الدعم الأولى لمخطط المغرب الأخضر، كانت الأهداف هي إنشاء وتطوير 170 مشروع للتجميع الإنتاجي، وذلك باعتماد على المشاريع التي تم تحديدها في إطار المخططات الفلاحية الجهوية. غير أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن النتائج المحصل عليها كتبقى ضعيفة وما كترقاش لمستوى الأهداف المسطرة. ومن بين العوامل اللي ساهمت في عدم نجاح مشاريع التجميع، يمكن الإشارة من ناحية أولا لضعف في تحديد المستثمرين المؤهلين للمساهمة في مشاريع التجميع، وضعف تحسيس الفلاحين بفوائد التجميع. ومن ناحية ثانية، مشاكل تحديد أسعار بيع الزيتون وتأخر أداء مستحقات الفلاحين المزودين المجمعين، وهذا كان نتيجة لكثرة الوسطاء اللي كيسيطروا على القطاع واللي كتسبب عدم احترام الكثير ديال الفلاحين لالتزاماتهم تجاه المجمعين. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فعلى غرار مشاريع التجميع الإنتاجي وباستثناء مشاريع التجميع التي تنجزات في إطار مبادرة تحدي الأهدافية، واللي تمكنت من إنشاء 20 مجموعة ذات نفع اقتصادي حول 20 وحدة عصرية لعصر الزيتون، فإن مستوى إنجاز مشاريع التجميع التضامني كيبقى ناقص على مستوى الأهداف المحددة، وكيرجع هذا الوضع لمجموعة ديال الإكراهات اللي بانت وقت تصميم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنظيم المهني، وكذلك لضعف المشاركة ديال الفلاحين والفلاحات وممثلي المنظمات المهنية. ولهذا لازمكم إخواني وإخواتي الفلاحين تشاركوا في التنظيمات المهنية باش تقوي القدرات التقنية ديالكم، وتساهموا وتحكموا في التحويل وفي تسويق المنتوج ديالكم، وتكون رفعتم القيمة المضافة ديال الغلة ديالكم. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.